السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدموا واحد البسطيلات كيجو مختلفين تماما، الحشوة ديالهم حتى هي غادي نقدموهم بالدجاج مشوي. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو بالمقادير. عندنا نص دجاجة، عندنا ورقة ديال فيلو غادي نحتاجوها هي اللي غادي نخدموا بها، عندنا التوابل اللي غادي نتبلو الدجاجة باش غادي نديروه في الفرن، وعندنا ديال الحشوة. عندنا بالنسبة للمقادير عندنا 3 دروس ديال الثوم، عندنا سكنجبير الأخضر طاري، عندنا الثوم غبرة، ثوم بودرة، عندنا قليمنة السودانية كتبقى اختيارية على حسب الذوق، شوية ديال الإبزار، قليل من حبة الهيل اللي غادي نديروه مع الدجاج باش غادي نشويوه، عندنا حبة ديال النويويرة. هادو بالنسبة للدجاجة باش غنديروها في الفرن. عاد نقدمو الحشوة اللي غادي نديرو، غنشدو داك الدجاج غادي نحاولو نحلوه بهذا الشكل هذا باش غادي نتبلوه. كيجيو هاد البسطيلات مختلفين وفي المذاق كيجيو روعة. غادي نحتاجو قليل من الملح، بعد ما تقبناها كاملة هكاك غادي نبداو نديرو فيها هاداك التوابل اللي عندنا. عندنا داك النويويرة، حبة الهيل، عندنا سكنجبير الأخضر، كنحاولو نحشيوهم هكاك في وسط الدجاج باش ملي غادي نلفوها في كاري الطبخ و اليمينيوم نديروها في الفرن غيطلق فيها داك التوابل ديالها. هادي هي حبة الهيل، عندنا سكنجبير الأخضر بعد ما حكيناه بهذا الشكل هذا، عندنا الطوماطة هي محكوكة، قليل من الإبزار، غادي نديرو عليها واحد معلقة ديال الزيت زيتون، وغادي نحكو فيها داك سكنجبير الأخضر طاري الإبزار. حنا كنتبلوها بهذا الشكل هذا. غادي نعملو قليل من السودانية، اللي كيبغي السودانية كتبقى اختيارية على حسب. في المذاق كيجي زوين بهذه الطريقة. تبلناها كاملة، دابا غادي نحاولو نلفوها بداك الكاغي ديال الطبخ. بهذا الشكل هذا، وغادي نزيدو عليها كريت الومنيوم حتى هو باش غادي باش طيب مزيان، ما تاخذناش الوقت كتير. بعد ما سليناها دخلناها للفرن. دابا غادي نقدمو مقادير ديال الحشوة. عندنا 100 غرام ديال الكركاع، 50 غرام ديال الجبن، وعندنا 50 غرام ديال الجبن الاحمر، وعندنا 50 غرام ديال الجبن الجبلي، عندنا 3 قطع ديال الكيري، وعندنا 100 غرام ديال الكريمة ديال الطبخ، عندنا معلقة ديال الصلصة ديال المحار، وعندنا معلقة ديال الصلصة ديال زيت الزنجلان، وغادي نحتاجو زبدة ذايبة، عندنا 150 غرام، عندنا 2 معالق ديال زيت الزيتون، وورقة ديال الفيلو. هادو هما اللي غنحتاجو في الحشوة. بعد ما قدينا داك الجبن مع بعضو كاملين، زدنا عليهم داك الصلصات من الفوق،
هذه الصلصة ديال الزنجلان، غادي نحتاجو معلقة منها، غادي نحتاجو الشامبينيون، علبة صغيرة ديال الشامبينيون، هادو بالنسبة للجبن درناهم مع بعضهم. غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال المعدنوس. دابا غنخرجو الدجاج ديالنا من الفرن، وغادي نحاولو نقطعوه كامل صغير، غادي نقيوه. كيجي زوين في المذاق بهاد الطريقة هادي. بعد ما قطعناه كامل غادي نضيفو عليه دابا داك القرقاع، غادي نضيفو الشامبينيون حتى هو، وغادي نزيدو ديك معلقة ديال المعدنوس، وغادي نخلطوهم مع بعضهم، غادي نطحنوهم، غادي نبغوهم طحونين. بعد ما ضفنا الخليط مع بعضه غادي نطحنوه. بعد ما طحناه هو هذا كيجي بهذا الشكل هذا. طحنا ديك العناصر مع بعضها، دابا غنضيفو داك الجبن اللي كنا قدينا مع بعضه، غادي نضيفو على الخليط. غادي نضيفو معلقة ديال الابزار صغيرة، غادي نزيدو ديك كريمة ديال الطاهي، وغادي نخلطو الخليط مع بعضو مزيان حتى ينسجم الخليط. هاد البسطيلات الشكل ديالهم مختلف تماما، كيجيو في المذاق روعة. الزبده المذابه اللي غادي نحتاجوها هي الورقه اللي غادي نخدمو بها، غادي نطلقو الورقه. هاد الورقه كتكون حساسه شي شويه في الخدمه، خصنا نخدمو غير بشويه. غادي نحاولو نعمرو، غادي نحاولو نلفوهم بشكل مختلف، غنديروهم بحال شكل ورده. غنجيبو واحد المول اللي غنديرو فيهم، وغندهنهم شويه بالزبده، لان خصنا نخليهم في المول باش يجي الشكل ديالهم متقدمه. كل وحده غنديروها في المول ونخدموها ونخليوها هكا كنطيبو. هذه الحشوه اللي صغبنا، غادي نبداو نعمرو دابا في البسطيلات. وغادي نبداو نلفوها بهذا الشكل هذا، هذا هو الشكل ديالهم كي كيجيو. كنحاولو ملي كنكونو غنديرو كنحاولو نقطعوها ونديروها في على طاولة العمل، وكنلفوها بواحد الشكل، عاد كنحطوها كما كتشوفو. ديك الساعة كنحطوها في ديك المول وكنعمروها وكنلفوها باش كتجي على شكل وردة. هاد الحشوة كتجي زوينة بزاف. كندهنو شويه الزبده غير كنرشوها وكنلويو، كنلفوها بهذا الشكل هذا. كنخليهم في ديك الملاكه، كنحطوهم في الصينيه اللي غتدخل الفرن.
نفس الطريقة اللي درنا الاخرين، غادي نمشيو على العبر اللي عندنا كامل حسن نكملو. كنحاولو نلفو على شكل بحال شكل وردة بهالطريقة. هاكي كتجيب هاد الشكل هذا، كنخليهم هكا في هاد المول هادو اللي كنخدمو فيهم. هذا هو الشكل ديالهم. بعد ما خدمناهم غادي نديرهم في الفران، غادي يطيبوا على 15 دقائق من بعد ما طيبناهم. هما هادو الشكل ديالهم، كيجيو لون واحد في التحميرة، جو روعة في المذاق. بعد ما حيدنا لهم داك المول، هما هادو الشكيل ديالهم. وغادي نقدموه في الطبسي ديال التقديم. هذا هو الشكل ديالهم النهائي، زيناهم تزيين خفيف، كيجيو زوينين بزاف في المذاق. نتمنى يعجبوكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.